فيلمنا بيبدأ مع مدرس اسمه كلارك بيروح للمدرسة اللي في قريته علشان يستلم شغله الجديد في أول يوم دراسي، وبيشوف بالصدفة طالب واقف بره الفصل وبيروح يسأله هو ليه واقف كده، وساعتها الولد بيقوله إنه في مدرس قاله إن هو غبي ومش بيفهم وطرده بره الفصل، فبيسأله كلارك عن اسمه وبعدها بيعرفه بنفسه وبيقوله إن اسمه كلارك، وبعد ثواني بيسأله تاني أنا اسمي إيه؟ فالولد بيقوله كلارك وبيحيي كلارك وبيقوله إن ده معناه إنه بيفهم ومش غبي، فبيستلطفه الولد وبيفضل يشكره، وفي حفلة انتهاء الترم بتشكر مديرة المدرسة كلارك وبتعلن إن الفصل اللي بيدرس له حصل على المركز الأول في المقاطعة كلها، بيكافئوه بإنهم يعينوه بشكل رسمي في المدرسة بعد ما كان بيشتغل بشكل مؤقت، وبيحيوا كل الطلاب. وبعد فترة بيقرر كلارك إنه ينتقل لنيويورك ويقدم في المدارس هناك لأنها أكبر وأحسن، وكمان عشان يحقق حلمه للتعليم، وبيودع باباه ومامته. لما بيوصل كلارك لنيويورك بيجمع قائمة بكل أسماء المدارس وبيبدأ يروح علشان يقدم فيها، لكن مفيش مدارس بترضى تقبله، بيحاول يقنعهم ويقول لهم إن طلابه أخذوا المركز الأول فضل طريقة تدريسه المختلفة، لكن كل المدارس بيقفلوا بابهم في وشه. فبيقرر إنه يروح يشتغل في مطعم كفترة مؤقتة لأن الفلوس اللي معاه بتخلص، وفي نفس الوقت بيخلص شغله في المطعم بالليل، والصبح بيروح تاني يلف على كل المدارس حد ما فيهم بيروح مدرسة عشان يقدم فيها. بالصدفة بيشوف مدرس بيضرب طالب وبيتخانقوا، وبيحاول إنه يتدخل ويحل المشكلة بينهم، وبيشوفه مدير المدرسة وبيقرر إنه يمشي المدرس. وقتها كلارك بيستغل الفرصة بيقول لمدير المدرسة إنه ممكن يشتغل مكانه وبيقدر يقنعه إنه يوافق، وبعدها بيعرفه مدير المدرسة على الفصول اللي عنده واللي بيكون مقسمهم لفصل مميز فيه الطلاب المتفوقين اللي بيطلعوا دايما من الأوائل، وفصل فيه الطلاب المشاغبين وعندهم مشاكل في الانضباط وسلوكهم الاجتماعي، كمان مستواهم في الدراسة ضعيف. وبيصمم كلارك إنه يدرس لفصل الطلبة المشاغبين برغم إن مدير المدرسة ما كانش موافق، بيقول له إنه جاب لهم 6 مدرسين قبل كده ومفيش حد بيوافق يكمل معاهم، بس كلارك بيبقى متحمس إنه يغير سلوكهم وبيبقى عنده ثقة إنه هيحسن من مستواهم في الدراسة. وقبل ما بيبدأ بيقرر إنه يروح لبيت الطلاب علشان يقابلهم ويتعرف عليهم قبل ما يشوفهم في المدرسة، لكن في منهم اللي بيطردوه واللي كمان بيقابلوه وحش ومش بيهتموا إن هم يعرفوا هو جاي ليه. وبعدها بيبدأ اليوم الدراسي وبيبقى ده أول يوم شغل لكلارك في المدرسة الجديدة، لكنه بيتفاجئ من معاملة الطلاب ليه لأنه ما بيكونش متوقع إن هم ممكن يتعاملوا معاه بالهمجية دي، وما بيحترموهوش لما بيدخل الفصل ويعرفهم بنفسه. وبتكون في طالبة اسمها شاميكا بترمي الكتب على الأرض عشان تستفزه، أما باقي الطلاب بيتريقوا عليه ويضحكوا، وبيتعصب كلارك وبيزعق لهم عشان ينتبهوا ليه ويسكتوا. بعدها بيقول لهم أول قاعدة وهي إنهم يتعاملوا مع بعض كأنهم عيلة مش كمدرس وطلبة، لكن بيفضلوا يسخروا منه وبيضحكوا وبيتضايق جدا كلارك وبيسيبهم وبيخرج. وبينتهي اليوم الدراسي وبيشوف كلارك وهو خارج من المدرسة العربية بتاعته وهو متشخبط عليها بالألوان والدهانات، فبيقرر كلارك إنه ياخد الألوان دي ويعمل بيها حيطان الفصل عشان يقول لهم إن مكانها الطبيعي على الحيطان مش على العربيات. وبيروح الطلاب تاني يوم ويتفاجئوا إن الفصل نضيف وشكله حلو، وبيحاول كلارك إنه يعلمهم إزاي يستخدموا كل حاجة بشكلها الصح، وكمان بيحاول يعلمهم إنه يحترموه ويسمعوا كلامه، وبيقرر إنه يكبرهم على كده. ولما الجرس بيرن بيجروا كل الطلاب بسرعة عشان يخرجوا، لكن كلارك بيبقى قافل عليهم الباب وبيقول لهم إنه عشان يسمح لهم يخرجوا لازم يلتزموا بالقواعد ويخرجوا بالدور وبهدوء. وفي الأول بيعترضوا، لكن لما بيعرفوا إنه هيمنعهم من وجبة الغداء لو ما نفذوش كلامه بيلتزموا بكل تعليمه ما عدا شاميكا اللي بتخرج بره الصف وبتغير مكانها. ولما بيشوفها كلارك بيقرر إنه هيعاقبهم كلهم لو شاميكا ما اعترفتش إنها غلطانة، وبيفضلوا كل الطلاب يبصوا لها فبترجع لمكانها في الطابور من تاني، وساعتها بيحس كلارك إنه عمل إنجاز حتى لو بسيط لأنه خلاهم يسمعوا كلامه لأول مرة. لكن فرحته ما بتكملش لأنه لما بيروح المدرسة تاني يوم وبيدخل الفصل وبيتفاجئ إن هما مشخبطين على الحيطان كلها كاتبين كمان تريقة عليه على الحيطة، وبيحس كلارك بالإحباط لكن بيحاول إنه ما يستسلمش، وبيروح تاني يوم المدرسة وبيصلح كل اللي هما بوظوه وبيدهن الحيطان من جديد، لكن بيكونوا مش حابين وجوده وبيراهنوا بعض إن هو هيمشي زي اللي قبله. وفي مرة بيدخل كلارك الفصل وبيلاقي 2 من الطلاب بيضربوا بعض وبيحاول إنه يهديهم ويفصلهم عن بعض، لكن بيبقى واضح إنه مفيش فايدة، وخصوصا لما بيبدأ يشرح لهم ويلاقيهم برضه بيتكلموا مع بعض ومش بيسمعوه، وده بيستفزه أكتر لدرجة إنه في مرة بيتعصب على شمكة وبيبقى هيضربها. بعدها بيسيب الفصل وبيمشوا، وبيفتكروا الولاد إن هما كده قدروا ينتصروا عليه وبيفرحوا ويروحوا يقولوا لمدير المدرسة إن هو مشي ومش هيرجع تاني. بعدها بيروح كلارك يقابل واحدة زميلته من المطعم كان بيشتغل فيه، وبيبقى متضايق لأن دي أول مرة يتعصب على طالبة عنده، بيحس إنه هيستسلم ويسيبهم، لكن زميلته بتشجعه إنه يكمل معاهم لحد ما يغير لهم مستقبلهم الضايع. وتاني يوم بيفاجئهم كلارك ولما المدير بيدخل الفصل بيلاقيه موجود وبيشرح للطلاب، لكن المرة دي بيقرر إنه يغير من طريقته معاهم وبيبقى جايب معاه أكتر من 20 علبة لبن، وبيقول لهم إنه هيلعب معاهم لعبة وهي إن كل 15 ثانية هيشرب علبة لبن مقابل إن هم يسمعوه وهو بيشرح، وبيوافق الأولاد لمجرد إن هم يبقوا عايزين يضحكوا عليه وبيخلوه يشرب كل علب اللبن، لكن كلارك بيبقى مبسوط لأن دي أول مرة يسمعوا منه شرح الدرس كامل وهم منتبهين ليه. بعدها بيشوفهم كلارك وهما بيلعبوا وبيقول لهم إنه عايزهم يعلموه اللعبة معاهم عشان يقرب منهم أكتر، وبيعلموا فعلا الولاد ويبدأوا يلعبوا معاه، لكن مدير المدرسة بيشوفهم وبياخد كلارك لمكتبه وبيقول له إنه جايبه عشان يخلي الطلاب دول ينجحوا مش عشان يقعد معاهم ويلعبوا. فبيحاول كلارك إنه يفهمه إن دي مجرد طريقة عشان يخليهم يحبوه ويسمعوا كلامه ويذاكروا، وبيوعده إنهم هينجحوا كلهم زي ما هو عايز. وبعدها بيرجع الفصل تاني وبيبقى معاه تورته مليانه شمع وبيقول لهم إنه عايز يساعد كل واحد فيهم إنه يحقق حلمه في المستقبل، إن بداية حلمهم ده إن هم ينجحوا
ينجحوا ويذاكروا السنه دي، وبيطلب منهم ان اللي عايز يغير مستقبله يجي عشان يولع الشمعه بتاعته، وبيروحوا الولاد واحد ورا التاني وبيولعوا الشمع ما عدا تايشن اللي بيفضل يبص لهم من بعيد لكن ما بيروحش زي اصحابه، وبيبدا كلارك يشرح لهم المنهج بتاعهم وبعدها بيعمل لهم امتحان تجريبي لكن ما حدش فيهم بينجح، فبيقرر انه يغير طريقه الشرح ويحاول يشرح لهم ويوصلهم المعلومه بس بطريقه يحبوها، وبيجيب معاه كاسيت للمدرسه وبيشغل لهم المدرس اغنيه تراب، واول ما بيشغلها بيلاقي الطلبه مندمجين معاه وبيكرروا الكلام لحد ما بيحفظوه، لدرجه ان الطلاب اللي في الفصول الثانيه بيبقوا عايزين يبقوا معاهم وبيحسدوهم على كلارك وطريقه شرحه ليهم، وبيبداوا الطلبه يحبوه ويقربوا منه. وبعد فتره بيعمل لهم كلارك امتحان تجريبي تاني وبينجح فيه معظمهم، ومش بيكتفي بكده بس، هو بيقرر كمان ان هو يقاوم سلوكهم، وخصوصا لما بيعرف ان خوليو بيسرق من بيته حاجات وبيبيعها، وبيحاول انه يتكلم معاه ويمنعه انه يعمل كده. كمان بيروح لتايشون للبيت بتاعه وبيديله ورقه الامتحان بتاعته وبيقول ان مستواه محتاج تحسن بسيط، بيعرض عليه انه يقابله بعد المدرسه ويقعد معاه يشرح له بدون اي مقابل. اما شاميكا فبيلاحظ انها ما بقتش تعمل واجباتها بشكل متكرر، فبيروح يتكلم معاها وبيعرف انها من اسره فقيره، مطلوب منها انها تراعي اخواتها الصغيرين بعد ما تروح من المدرسه، وكمان تاخد بالها من البيت، فبيروح معاها وبيساعدها تحل واجباتها لدرجه انه بيعمل هو شغل البيت ويسيبها هي تذاكر، بيطلب من مامتها انها تهتم بيها وبيقول لها ان شاميكا ذكيه ولو قدرت انها تنجح في الامتحانات ممكن تتنقل مع الطلاب المتفوقين في المرحله المتوسطه. لكن كلارك من كتر المجهود اللي بيعمله مع الطلبه بتوعه داخل وخارج المدرسه بيبدا يتعب، لما بيروح المستشفى بتقول له الدكتوره انه عنده التهاب في الرئه وبتاكد عليه انه لازم يرتاح في البيت وياخد اجازه، لكن بيعاند وبيقرر انه يروح للمدرسه ويكمل شغله، وخصوصا ان الامتحانات باقي عليها اسبوعين بس وما ينفعش يسيب الطلاب في التوقيت ده، وفي يوم هو واقف يشرح لهم بيفضل يكح لحد بيقع على الارض، لكن الولاد بيفتكروا انه بيهزر معاهم كعادته، بس فجاه بيحسوا انه تعبان بجد وبيبقوا خايفين جدا عليه، بعدها بينقلوه للمستشفى وبيضطر كلارك انه يسمع كلام الدكاتره ويقعد في البيت ويرتاح، بيقرر انه يصور نفسه فيديو وهو بيشرح للطلبه اللي بيشوفوا كل فيديو في ميعاد الحصص بتاعتهم عشان يبقوا جاهزين يدخلوا الامتحانات. في الوقت ده بيشوفه مدير المدرسه وبيبقى مستغرب ازاي الطلبه اللي كان شايفهم فاشلين فجاه بقوا مهتمين كده وعايزين يتعلموا حتى ومدرسهم مش موجود. بعد فتره بيرجع كلارك تاني للمدرسه وبيقول للطلبه بتوعه ان مش باقي ليهم غير اسبوع واحد بس على الامتحان، وانهم لازم يثبتوا نفسهم عشان ينجحوا، لكن الولاد بيبقوا خايفين ومحبطين وبيبقوا حاسين ان هم مستحيل يقدروا ينجحوا. بيجي يوم الامتحان وبيبان على كلارك انه قلقان ومتوتر، يفضل واقف مستنيهم لحد ما بيخلصوا، بعد ما بيخرجوا وبيشوفهم هم فرحانين بيبدا يطمن، بيقعد معاهم وبيقول لهم ايا كانت النتيجه هو هيفضل فخور بيهم عشان التغير اللي عملوه، الحاجات الحلوه اللي اتعلموها في الشهور اللي فاتت، وبيقول لهم انه هيعزمهم هم واولاء امورهم على مسرحيه، وبيبدا يوزع الدعوات على كل واحد فيهم وبيتفاجئوا كلهم وبيفرحوا. وبالليل بيروحوا كلهم للمسرحيه ما عدا تايشن، ولما بيلاحظ كلارك انه مش موجود وسط الطلبه بيبدا يقلق لانه كان اكتر واحد فرحان ومتحمس انه يجي ويشوف المسرحيه، فبيقرر كلارك انه يروح لبيته، لكن اول ما بيدخل البيت بيلاقيه متبهدل وبيدخل اوضه تايشن وبيلاقي رسومات كتيره على الحيطه، بيعرف ان تايشن موهوب جدا في الرسم، بيفضل كلارك يدور عليه لحد ما بيلاقيه نايم في الشارع جنب الزباله، بيعرف منه ان باباه ضربه وطرده من البيت، فبيحاول كلارك انه يهديه وبيوعده انه هيساعده ومش هيسيبه، ولما بيعرف مدير المدرسه بيوعد كلارك انه هيتبنى تايشن بيجيب له مكان يعيش فيه. بيجي اخر يوم في الترم وبيقرر كلارك انه يكافئ الطلبه بتوعه وبيوزع عليهم جوائز في المجالات اللي هم شاطرين فيها عشان يعرف كل واحد موهبته، وفجاه بيقطعه المدير وبيقول له ان هو وصل له الدرجات النهائيه للامتحانات وبيديها له، وقتها بيكونوا كل الطلبه قلقانين لحد ما قال لهم ان كلهم نجحوا وجابوا درجات اعلى من كل الفصول، ومش بس كده دول كمان فصلهم تفوق على فصل الطلبه المتميزين، بيشكر المدير كلارك لانه قدر ينفذ كل اللي وعده بيه وبذل مجهود كبير معاهم، وبيفرح جدا الطلاب وبيقولوا لكلارك ان هو احسن مدرس شافوه في نيويورك. وبعد فتره بيقدروا الطلبه بتوعه ان هم يدخلوا احسن مدارس للطلبه المتميزين في نيويورك، وبيحقق كتابه اللي فيه القواعد ال55 الضروريه للتعلم اكبر مبيعات في 25 دوله مختلفه. الفيديو ده كتبته ايمان ماهر وسجلته امل عقيل ومنتجه كريم طاهر، وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الافلام الدراميه بصوت محمد طاهر ده اللي هو انا يعني، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطه عشان تتابعوا ملخصات الكرتون والانمي. سلام.